طبعا الشركات حتى بتاعت الشركه الخاصه اللي هي الجر الفحلي اللي احنا بنحاول نخلص على جراعه بياخدوهم يختبروهم وبينجح فيهم بياخدوه يشتغل معاهم. هنا فندم ده المحطه يمكن هو مدخلها من الناحيه الثانيه بس احنا سيادتك هنا هنشوفها من هنا. دي سيادتك محطه القطار القاهره السويس اللي على يمينا دي موجوده سيادتك ظاهره بشكل واضح من الجنب. ده كوبري يا فندم زي ما قلت لحضرتك ان كل محطه فيها كباري داخليه بتنقل اللي جاي من بدري من هنا سواء يدخل محطة القطار أو يعدي الناحية التانية لو سلك القطار بقى بتاعه الناحية التانية رايح السويس أو جاي من السويس ياخد الاتجاه بتاعه. طبعا برضه عملنا لهم يعني مقاعد خشبية تليق علشان اللي هينتظر في كافتريات وفي مناطق مجهزة وحمامات جاهزة لكل حاجة طبعا لأن هيبقى فيه وقت الانتظار للقطار بالتحديد يعني. طبعا مكتب التذاكر بكل انواع التذاكر. يا فندم ده برضه خد التذكره بتاعته سفر واحد خد التذكره بتاعته يجوا اي حد مشي فندم على المسار ده يفضل ماشي هنا على طول بيكمل ثلاث اتجاهات الترصيف بتاعه اللي رايحه غير محدد بالكارد اللي معاه او بالاشتراك معاه يقدر يتعامل على طول مع المكنه بدون ما يروح لشباك قطع التذاكر عشان برضه الى حد ما نقلل الاعتماد على العنصر البشري زائد طبعا حوكمه التذكره بحيث ان انا اقدر احسب اخر نهار انا عندي فيه. طبعا ده كل ما هو معمول اسقف عاليه عملناه سقف معلق عشان يعني برضه الحراره والصوت وفي شكل شويه من الرفاهيه يعني. في سته غرفه سيطره وتحكم مركزيه على كل المحطة شايف كل حاجة. خالص لوحه فن بتقول دي اول قاطره وكانت قاطره بخاريه دخلت مصر سنه 1854 في خط القاهره اسكندريه ثم ثاني برضه خط اللي هو القاهره السويس اللي احنا فيه النهارده دي كانت نفس الشكل القاطره البخاريه اللي كانت موجوده سنه 1000 وده اللي كان موجود ساعتها 1856 و58. هنا كان بقى دي لوحه تجاريه معموله ساعتها في مصنع كنوز للرخام للقوات المسلحه بتحكي
المشروعات القومية العملاقة اللي تم تنفيذها في إطار السبع سنوات أو الثمان سنوات الماضية اللي أسست في الجمهورية الجديدة اللي سيادتك وجهت لي. العاصمة الإدارية الجديدة هي في